جديد أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، حيث أسفرت هذه القرعة عن وضع ممثل الوطن الاتحاد في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة. مزيد من التفاصيل مشاهدينا، ينضم إلينا من جدة مراسل الإخبارية عبد العزيز إدريس. عبد العزيز، أهلا بك معنا في نشرة النهار، وحدثنا عن أصداء هذه القرعة ومشوار الاتحاد في هذه البطولة. صحيح، مساء الخير عليك إبراهيم والمشاهدين الإخبارية. أسدل الستار على قرعة كأس العالم للأندية، هذا الحدث التاريخي التي تستضيفه المملكة للمرة الأولى هنا في عروس البحر الأحمر جدة، بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وأيضا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل وممثلي الأندية السبعة، بالحديث عن مشوار نادي الاتحاد في هذه البطولة. يوم 12 ديسمبر ستكون أول مباراة مع بطل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزلندي، وفي حال انتصر في هذه المباراة سيواجه بإذن الله بطل أبطال أفريقيا الأهلي المصري الذي واجهه في مشاركته السابقة في عام 2005 وانتصر عليه في تلك المباراة. نتمنى بإذن الله التوفيق لممثل الوطن في مشواره في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل. للحديث أكثر عن مشوار نادي الاتحاد وأيضا عن القرعة بشكل أكبر، يلتحق معي في هذه اللحظات الأستاذ محمد البركاتي وهو الصحفي الرياضي. نرحب بك أستاذ محمد، وأسألك في البداية كيف رأيت القرعة؟ بداية اليوم شاهدنا من خطى متسارعة لرؤية سمو سيدي ولي العهد. اليوم مشاهد القرعة كانت مثالية، كانت متفائلين جميع الأندية اليوم المشاركة. أكيد الاتحاد راح يكون في مواجهة نوعا ما حتكون غامضة أمام أوكلاند سيتي، لكن بكل تأكيد في حال انتصر راح يكون في مواجهة تاريخية مع الأهلي المصري. سبق وأن التقيا الفريقين في 2005 وكانت مواجهة أيضا للتاريخ انتصر فيها الاتحاد. اليوم الاتحاد يعي تماما أن وجوده في هذه البطولة على أرضه بجماهيره، فقط الاتحاد يشارك باسم المملكة العربية السعودية، ولكن الجميع في المملكة العربية السعودية ينتظر ماذا سيقدم الاتحاد، خصوصا الهلال كان وصيف في البطولة الماضية. اليوم الاتحاد لديه أسماء لامعة، أسماء يمكن الجميع ينتظر منها الكثير، كريم بنزيما، فابين، وكانتي. هل الشيء اللي يجعل الجميع متفائل بإذن الله احنا كجماهير سعوديه نتفائل ان يكون مسيره اتحاديه تتوج فيها الكره السعوديه بلقب دوري او بلقب كاس العالم للانديه. باذن الله هي فرصه تاريخيه لنا جميعا للحضور، للمسانده، وايضا لنقل الثقافه السعوديه من خلال كره القدم السعوديه. اليوم عبد العزيز يمكن الجميع كان حاضر شاهد ايضا القرعه كيف كانت من ابداع واحترافيه متناهيه. نتمنى باذن الله ان تكون البطوله كذلك من جميع الاصعده، من اعلاميه، جماهيريه، وايضا فنيه. هذه الاشياء كلها ان شاء الله مترقبين ان شاء الله في 12 ديسمبر. اسالك محمد، هل ترى ان القرعه خدمت نادي الاتحاد نوعا ما، اجلت لقائه مع بطل اوروبا مانشستر سيتي في حال انه تاهل للنهائي؟ بإذن الله إحنا متفائلين إنه البطولة هي بشكل تكون أجمل بالسيناريو اللي حصل اليوم. أكيد بإذن الله راح يكون في تواجد الاتحاد أمام السيتي في النهائي، وهذا الجميع ينتظر ويترقب. وأكيد إنه نتمنى كانت المباراة في دوري الأربعة، ولكن وجود السيتي الطرف الأقوى في هذه البطولة أكيد إنه راح يكون طرف مؤكد في النهائي في حال انتصر في مباراة السيمي فاينل. ولكن نتمنى الاتحاد يتجاوز الأهلي المصري وأيضا يبلغ قبل ذلك أوكلاند سيتي وأيضا يوصل للسيمي فاينل ويتواجد في المباراة النهائية مع مانشستر سيتي. أخيرا أسألك، يعني باقي 3 أيام على انتهاء فترة التسجيل يوم الخميس المقبل، يعني كيف ترى يعني طلبات نادي جماهير نادي الاتحاد بأن اكتمال الصفوف هناك نقص، فين تشوف النقص اللاعبين اللي يحتاجهم الفريق ليكتمل؟
الجماهير الاتحادية مستاءة كثير من التأخر في إنهاء ملف المدافع الأجنبي، خصوصا بعد إصابة القائد أحمد حجازي. اليوم الجميع ينتظر ماذا ستؤول عليها الساعات القليلة المقبلة. أكيد الخيارات الآن باتت صعبة، باتت اليوم الجواك في الاتحاد مشحونة كثير من ناحية الجماهير. الإدارة الاتحادية وشركة إدارة نادي الاتحاد تسعى بشكل كبير وعاجل لإنهاء هذا الصداع الكبير، وأعتقد أنه مزمن. ولاحظ الجميع في مباراة الهلال الأخيرة ولوج 4 أهداف في أقل من 10 دقائق، هذا رقم صعب في دفاع مثل النادي الاتحاد. ولكن أكيد أنه لا زالت الإدارة أو شركة إدارة نادي الاتحاد تبحث عن حلول عاجلة وسريعة لإنهاء هذا الصداع زي ما ذكرت. وإن كنت أعتقد أنه الخيارات صعبة جدا، ولكن ليست مستحيلة في ظل أن هناك في اجتهادات من شركة إدارة نادي الاتحاد. نتمنى أنه الاتحاد يجلب مدافع يستفيد منه في الفترة القادمة، وأيضا ليكون دعامة قوية في كأس العالم للأندية المقبلة، وأيضا لا ننسى قمار الدوري وأيضا دوري أبطال آسيا الصعب. الجميع زي ما ذكرت راح ينتظر ما ستعول عليه الساعات القادمة والقليلة. وإن كنت أرى أن الاتحاد يمر في منعطف أعتقد أنه تاريخي في حال لم يتمكن من جلب مدافع يكون بحجم ومكانة أحمد حجازي. شكرا لك الأستاذ محمد البركاتي الصحفي الرياضي. نعم إبراهيم، كما استمعنا لهذه التحليلات لقرعة كأس العالم للأندية، نتمنى التوفيق بإذن الله لممثل الوطن نادي الاتحاد في مهمته القادمة. أكيد عبد العزيز، نتمنى التوفيق للاتحاد في هذه البطولة، خصوصا أنها تقام يعني في أرضه وبين جمهوره، ونتمنى أن يوفقوا أيضا في اكتمال صفوفهم بالتعاقد قبل انتهاء فترة الانتقالات. لكن عبد العزيز، على المستوى الشخصي أنت كيف تابعت إجراء القرعة ومراسم إجراءها؟ وكان لافتا أيضا حضور النجم الفرنسي كريم بنزيما بالثوب السعودي. صحيح إبراهيم، يعني لو نتحدث عن التنظيم، تنظيم كبير هنا من الإخوان في وزارة الرياضة بالتعاون مع الفيفا، يعني تنظيم كبير، تواجد النجوم العالميين. شهدنا في سحب القرعة النجم الإفواري نجم السيتي سابقا يايا توري، وأيضا من الجانب الآخر يمثل الجانب السعودي الكابتن مناف أبو شقير الذي سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية. بالحديث عن يعني كريم بنزيما وحضوره بالزي السعودي، سألناه بعد القرعة عن الثوب السعودي، فذكر أنه زي أنيق ومريح جدا، وسوف تشاهدونني فيه كما ذكر في الأيام المقبلة في أكثر من مرة. الأجواء هنا يعني أجواء كرة قدم، وأيضا يعني أنا نتحدث عن يعني المستقبل الكرة السعودية وما وصلت إليه حاليا من النهضة. الكل يتحدث عن سوق الانتقالات الساخن الذي كان في الدوري السعودي واللاعبين العالميين الذين أتوا للمملكة. فنتمنى بإذن الله أن نشاهد بطولة تليق في المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية. أكيد، والاتحاد دائما عودنا على تمثيل مشرف للوطن في هذه البطولات، ويكفي أنه يملك جمهور كجمهور الاتحاد سيساند بالتأكيد في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل. على كل حال، شكرا جزيلا لك عبد العزيز إدريس مراسل الإخبارية من جدة.